الله ناصر دينه وناصر كتابه، لكنه يجب علينا نحن أن ننصره، لنعتبر ذلك الطفل الذي يقتل، اعتبر أنه ولدك، وتلك الفتاة أختك، وتلك الأم أمك، وذلك الشيخ الكبير هو أبوك. ينبغي أن نحزن لحزنهم، وأن نجد لموجدتهم، وأن نصاب لمصابهم، وأن نكترب لكربتهم. إنما المؤمنون إخوة، هل نحن نقاوها فقط دون أن يكون لها الأثر على واقعنا، على أموالنا، على أنفسنا، على جهادنا؟ أين الأخوة الإسلامية؟ أين الرفعة للدين؟ أين الحرص على نصرة المسلمين؟ أين حق المسلم على المسلم؟ يقول الله يوم القيامة للعبد: يا عبد مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: قد مرض عبدي فلان فلم تعده، فلو عدته لوجدت ذلك عندي. فإذا كان الله تعالى يعاتب العبد، لما لم تزر فلانا لما مرض ولم تعده ولم تقف معه؟ فكيف إذا كان يقتل ويسحل ويغتصب، وتغتصب بناته، وتؤخذ أمواله، ويحال بينه وبين دينه؟ كيف يكون الشأن إذن؟ أين حكام المسلمين؟ أين أسلحتهم؟ أين طائراتهم؟ أين وحدتهم؟ أين غيرتهم؟ أين وقوفهم مع إخوانهم؟ أنا أنتظر من نصارى أن ينصروهم؟ أنا أترقب في كل يوم قرارا من الناتو أو من مجلس الأمن أو من غيره؟ أين نصرة الإسلام؟ ماذا سيقول الحكام لربنا إذا سألهم عن امرأة ثكلى وطفل يتيم وفتاة اغتصبت وهي عفيفة؟ ماذا سيقولون لربهم إذا سألهم: أين أسلحتكم؟ أين طائراتكم؟ أين علاقاتكم؟ أين قراراتكم؟ لماذا لم تفعلوا شيئا؟ ماذا سيقولون لله تعالى يوم القيامة؟ سيسأل الله أصحاب الأموال: لما لم تدعموا إخوانكم هناك؟ لما لم تدعموا جهادهم ضد عدوهم الفاجر؟ لما لم تدعموهم بمالكم وجهدكم؟ ومن أراد أن يصل فيستطيع الوصول. والله إني لا واثق بنصرة الله تعالى، والله إني واثق أن الله تعالى سينصره، وكأني أرى بين عيني الآن هذا الفاجر بشار وزمرته، كأني أراهم إما قتلى وإما هاربين وإما مسجونين، والله كأني أرى ذلك أمام عيني الآن، وأقسم بالله تعالى إن شاء الله أن ذلك حاصل. يقول ابن تيمية: إذا أراد الله إسقاط حاكم أسقط هيبته من القلوب أولا، وها هو قد سقطت هيبته، فلا ينادى إلا بالخنزير والقدر والفاجر، والناس ينبذونه بهذه الألقاب حتى في داخل سوريا. إنني أوجه نداء إلى كل من كان معه في جيشه إلى أن لا يتعاون معه على ظلمه، لا تريقوا دما حراما، لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. إنني أنادي الجميع هناك إلى أن ينضموا إلى الجيش السوري الحر، وها هم ولله الحمد عقد وعمد ورتب كبيرة عسكرية ينضمون إلى الجهاد في سبيل الله. إنني أنادي كل حر في سوريا إلى أن يخرج على هذا النظام الفاجر، وأن لا يعاونه، وأن لا يأذن له باستقرار أبدا، وأن يبذلوا ما يستطيعوا في سبيل نصرة إخوانهم في كل موطن هناك. الدافع، دافعوا عن أعراضكم، دافعوا عن أنفسكم، دافعوا عن أموالكم، لا تكونوا لقمة سهلة يأكلها هؤلاء الفجرة. ولا إن كان هو يستنصر بالفارسيين الخونة الشيعة الفجرة، ويستنصر بحزب اللات، فإننا نستنصر بربنا جل وعلا الحي الذي لا يموت، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك أن ترينا عجائب قدرتك على بشار وزمرته. اللهم إنا نسألك أن تثأر لبكاء العذارى. اللهم إنا نسألك أن تثأر لليتامى. اللهم إنا نسألك أن تغار للحيارى. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، وأذهب غيظ قلوبهم. يا منان، يا حي، يا قيوم، يا ملك، يا مؤمن، يا سلام، يا مهيمن، يا عزيز،
يا جبار يا قوي يا متكبر، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أقدرك، سبحانك ما أجلك وأرفعك، سبحانك ما أعلاك وأعزك. اللهم إنا نستنصرك عليه فأرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم مزقهم في البلاد تمزيق الريح الجراد، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنهم قد انتهكوا الأعراض وسلبوا الأموال وضيقوا على الدين، اللهم فإنا نسألك أن تغار، نسألك أن تغار، نسألك أن تغار يا حي يا قيوم، نسألك أن تغار يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اقلب قوته ضعفا، اللهم اقلب عزه ذلا، اللهم اقلب أنصاره أعداء، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين.